الاخ الاولاني ضارب بوث ومش عارف يركب في اللوب، الاخ التاني بقى تخين بزياده وعمل نفس مصل، ادي الاخ التالت بقى تومل 3. ويا لا وفي واحد تاني تومل جن اي بقى من غير الحركات، هنا ده مواضيع تومل 3 مش تومل جن اي. اقول لي كان في الاول نيو موديل 2008 بالبرتقاني مش بالاخضر، عشان اللون الاخضر ده عمال بيطلع كتير قوي في ميرشن دايس بزياده. اه مشهور بتاع موضوع المحركين، للاسف جن اي ما عندوش المحركات ديت. اذن 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 لا خلاص انا خلاص نكمل الفيديو، خلاص امشي امشي انت يا حبيبي، خلاص خلص الريفيو امشي، باي باي. ما فيش اي فيو دلوقتي وما فيش وكمان ما فيش هايلايت عشان الهايلايت بتاعي نزل. سلام عليكم ويا رب نشوفكم قبل السحبه، قصدي نشوفكم بعد السحبه الازليه ان شاء الله.